هي بنتكلم عن الاعشاب ودورها في الدايت وانقاص الوزن. اتكلمنا من شويه قبل الموجز عن الشاي الاخضر والمورينجا والماتشا، وكنت بسال حضرتك قبل الموجز عن القهوه الخضراء. ايه قصه القهوه الخضراء؟ القهوه الخضراء هي نفس القهوه العاديه ولكن ما بتتحمص، فده بيخليها تحتفظ بمضادات الأكسدة وبتحتفظ بنسبة أعلى من الفيتامينات، قيمتها الغذائية بتكون أكتر لأنها ما تعرضتش لدرجات الحرارة المرتفعة اللي بتصاحب البن التاني أو القهوة التانية أثناء عملية التحميص. بتتميز القهوة الخضراء أنها بترفع من كفاءة التمثيل الغذائي لأنها بتحتوي على حامض الكلوروجينيك. الكلوروجينيك بيقلل من امتصاص النشويات وبيقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء. كمان القهوة الخضراء بتدينا شعور شوية بسد الشهية وشعور بالشبع لفترات طويلة. هي طبعا مفيدة لصحة القلب، مفيدة للأشخاص اللي بيعانوا من الكبد الدهني، بتقلل من نسبة الدهون نتيجة وجود حامض الكلوروجينيك اللي بيقلل من امتصاص الدهون. ولكن برضو هي بتحتوي على الكافيين اللي بيدينا نشاط وبيدينا يقظة وتركيز، ولكن برضو الإكثار منها على مدار اليوم ده شيء مش صحي. كل المشروبات اللي احنا ذكرناها، الماتشا، المورينجا، الشاي الأخضر، القهوة الخضراء، الإكثار منها على مدار اليوم ممكن يعرضنا لحدوث الجفاف بسبب ان هي مضرة للبول. إضافة السكر ليها أثناء إعدادها بكميات كبيرة ده بيجيب عكس النتيجة المنتظرة منها لأنها بترفع معدل السكر في الجسم. كمان ممكن كثرة استهلاكها لأن هي من الحاجات اللي بتعتبر مفيدة للجهاز الهضمي، بتمنع حدوث الإمساك، فممكن مع كثرة الاستخدام لفترات طويلة تسبب حالة من الإسهال المزمن. فلا إفراط ولا تفريط في استخدام هذه المشروبات. هذه المشروبات كلها بتتميز بارتفاع البوليفينولز الموجودة فيها، بتتميز بارتفاع مضادات الأكسدة اللي بتدعم الجهاز المناعي وبتحارب الشيخوخة وبتقلل من فرص الإصابة بالسرطان. كمان هذه الأعشاب الخضراء زي ما ذكرنا بتحتوي على الفيتامينات، في حالة استخدامها بالصورة الفريش ده بيكون أفضل، ولكن الموجود عندنا طبعا هي الصورة الجافة. بلاش نقعد نغلي هذه الأعشاب لفترات طويلة، يعني برضو لأنه بيفضل أن احنا بنكون غليين المية وبعد كده بنضيفها ونغطيها الفترة بحيث أن الزيوت الطيارة اللي موجودة فيها تكون اتشبعت مع المية وأقدر أتناولها بعد كده، بتقدر تجيب نتيجة يعني إيجابية. ولكن هي ليست العصاية السحرية، ودي دايما بأكده على السادة المشاهدين، لازم النظام الغذائي السليم، الاهتمام بعدد ساعات النوم، ممارسة الرياضة، شرب المية. وعايزة أذكر شرب المية مهم جدا مع هذه المشروبات. أي مشروب بيحتوي على الكافيين لازم نشرب معه المية عشان نعوض الفاقد اللي هيخرج من أجسامنا في المية. حتى دايما الشاي الأحمر العادي بنقول للناس تشرب بعديه كوباية مية. على فكرة الشاي الأحمر والشاي الأخضر والماتشا هو نفس النبات، ولكن توقيت حصاد الأوراق هو اللي بيخلي عندي المنتج بيختلف من نوع لنوع، خصائص بتاعته ممكن تكون بتختلف شوية. ده حقيقي كلامك سليم يا أستاذة جمانة. كمان أنا عندي الشاي الأخضر أنا بقطفه زي الماتشا وخلاص بنبتدي نتعامل معاه. الشاي الأحمر اللي بيحصل إن احنا بنعرضه لمعاملات حرارية، بيتعرض للأكسدة لدرجات الحرارة المرتفعة، فبيفقد كمية كبيرة جدا من مضادات الأكسدة. وعملية التحميص دي على فكرة بتزود نسبة الكافيين في القهوة العادية وفي الشاي الأحمر بتزداد فيهم نسبة الكافيين، ولكن كلهم بيتفقوا زي ما قلت لحضراتكم إن هم بيرفعوا من كفاءة التمثيل الغذائي في أجسامنا.